الفقرة الأخيرة من الساعة الأولى من برنامجكم صباحات رمضانية، فقرة هوات رمضان، وغادي نبقى في وجدة لأن المائدة الوجدية أكيد غنية واستثنائية في الكثير من الوصفات. مرحبا مرة أخرى هدى. أهلا وسهلا. أهلا، أشنو تعطينا كوصفة نمتعو بها ونعطيها للمستمعات والمستمعين؟ تفضل. طيب لنا اليوم نقترح عليكم حلوة ديال المقرط، وهي حلوة تميز بها مدينة وجدة عن غيرها من المدن المغربية، يعني هي سمات مميزة المائدة الوجدية خلال رمضان. بالإضافة إلى الحلوة اللي معروفة بها وجدة هي حلوة الكعك. الكعك الوجدي. الكعك الوجدي طبعا هو معروف، لا يعلى عليه الكعك الوجدي، جد متميز. طيب لا اليوم نقتصر فقط على المقرط لأنه أكلة رمضانية بامتياز، أو شليوة رمضانية بامتياز. إذا هذا المقرط الوجدي نحتاج فيه 500 غرام ديال السميدة متوسطة، وهي السميدة اللي نستعملوها في الحرشة هي نفسها، زلافة دايبة أو زلافة ديال الزبدة دايبة، قطرة ملح، ونصف كاس صغير ديال مظهر. الكأس المتعارف عليه هو الكأس ديال العنب غالبا، نعم. ثم شوية ديال الماء نزيدوه شوية بشوية حتى تجمع لنا هذه العجينة، ولكن هذه العجينة ما خصهاش تدلك، يعني مجرد أن العناصر تنسجم فيما بينها بحال اللي كنحضروا الحرشة. إذا العجينة ديال الحرشة ما ندلكوهاش، يعني مجرد أن طبعا غير كنجمعوها تتنسجم العناصر كلها. إذا هذه العجينة نكونوا منها قضبان، يعني قضبان حوالي فيها حوالي واحد 3 سنتيمتر في المحيط ديالها، ولا ونديروا فيها واحد الفتحه في الوسط، يعني فتحه بشكل طولي، يعني هذا القضيب غادي يكون فيه السمك ديالو ولا المحيط ديال الدائره ديالو تكون واحد 3 ديال سنتيمترات، ونديروا في الوسط ديالها على الطول واحد الممر خاوي. هذا الممر خاوي غادي نعمروه بالتمر. التمر ولكن التمر له طريقة خاصة في التحضير. نعرفوها؟ نعم، غادي ناخذ التمر نحيدوا له النواة ديالو، نحيدوا له العلفة ديالو، نديروه يتفور. يتفور يعني يتبخر، بحال اللي نبخروا الخضرة أو الطعام أو غير ذلك. إذا يتبخر إلى غاية أننا نحسوا به بدا يتعجن. نزولوه من البخار وفوتوه في الماكينة في الطحانة ديال اليد. فاش كان كيتبخر ما عملتي له حتى شي إضافة؟ ما كاين والو. لا قرصة لا قرنفل لا والو. لا من بعد عاد غادي نزيدو له، يعني حتى نطحنوه ويصير واحد العجينة لينة. نطحنوه في الطحانة ديال اليد ماشي في الطحانة الكهربائية، هذيك اللي نستعملوها لاصوب ولا غير ذلك. نعم، إذا غادي فاش يصير عجينة لينة نزيدو له واحد المعلقة ديال الزبدة رخوة، ماشي دائمة، معلقة ديال الزبدة رخوة، معلقة ديال المزهر، معلقة صغيرة ديال القرفة، وطريقة ديال القرنفل. إذا نعرفوا بأن القرنفل قوي، يعني يلا بين الأصابع، مسكة بين الأصابع غادي نديروها. بإمكاننا أننا نضيفوا طريقة ديال المسكة الحرة، ولكن هذه ماشي ضرورية. إذا هذاك القضيب اللي كنا درناه ديال السميدة نديروا في الوسط منه هذا قضيب آخر أرق منه ديال التمر، ومن بعد نجمعوا السميدة خصها تكون فوق التمر، يعني غادي نديروا هذاك القضيب يتماسك فيما بينه ونجمعه بحيث ان التمر يكون في الوسط. يكون نعم السميد يكون محيط بهذاك القضيب الاخر ديال التمر. اذا غادي نبسطوه فوق طاوله، وما نحتاجوش ان نرشوا بالسميده ولا نرشوا بشي حاجه، لان اصلا هذه العجينه راه ميتمه بزاف، يعني ما غاديش تلصق. اذا غادي نشكلوا هذاك القضيب يكون في حوالي واحد جوج ولا 3 سنتيمتر ديال العرض ديالو، ثم نحاولوا اننا نقطعوه على شكل معين للودوج. وكاين في المنطقه الشرقيه كاين طابع خاص، يعني مرشم خاص لهذا المقروط، ولكن بامكاننا اننا نصوبوه بالسكين فقط ونزينوه ايضا بالسكين. اذا هاد الطريقه، اذا غادي نخليو حتى نكملوا الكميه كلها، ونسخنوا الزيت في مقلاه نسخنوه مزيان ونحاولوا نقليو الكميه كلها. وفي نفس الوقت نكونوا محضرين العسل اللي مخفف شويه بمظهر، يعني العسل يكون مخفف شويه بمظهر. عطيت هذيك طيبه المظهر مزيانه. نعم فعلا. اذا فاش يتقلى، يعني ما نخليوش يحمر بزاف، يلا يذهب اللون ديالو، نطفيوه في هذيك العسل، ثم نديروه في شي شبكه باش يتصفى. اذا هذه
الطريقة العادية والطريقة البلدية ولا الطريقة القديمة العريقة ديال المكروب. حنا هذيك اللي بغينا القديمة العريقة. كاين الطريقة المستحدثة ولا الجديدة كتعمل بحالها بحال المعمول الشرقي المعمول الشامي ولا المعمول السوري بحيث أننا نشكلوا كويرة بحجم المشماشة ديال هذاك العجين ديال السميد وفوسط منها نديروا حجم نواة ديال التمر ديال معجون التمر ونلفوها مزيان يعني تصير كويرة ونديروها في هذاك الطابع ديال المعمول. أعتقد أن مجموعة ديال الناس يعرفوا هذا الطابع ديال المعمول ثم تقلى بنفس الطريقة نقليوها في حمام زيت وتطفى في العسل. وكاين مؤخرا بدأوا الناس يتفادوا هذا الزيوت بزاف وكل شيء إذا يدخلوها في الفران يدخلوها الفران تبقى الفران وكتجي مزيانة ما كتغطش من الفوق ولا شي حاجة في الفران. هو أصلا يعني الطريقة المثلى هي القلي الطريقة المثلى ديال المقروط المتعارف عليها هي أننا نقليوها ومن بعد نقصيوها في العسل ولكن بدأت شوية ديال التطوير على مستوى الصحة يعني نديروا بعد حسابنا الناس اللي ما يبغوش الزيوت بزاف وهذا ولا تدخل الفرن ثم تطفى الزيت ولكن الطريقة العريقة ديال المقروط الوجدي هو أنه يتقلى في الزيت ويتطفى في العسل. تبارك الله عليك لاله هدى وشكرا جزيلا حتى الوصفه كانت رائعه وما كرهناش الكحك كتبتوه مليئه بتفاصيل. الكحك الوجدي فبزاف ديال الناس اللي كيعجبهم فكنطلبوه من وجده دائما ملي كنبغيو الكحك الواحد كيمشي كيطلبوا من وجده استهلوا الكحك خاتك لحنا عطينا غير المقادير فاش نبقى يقرب العيد وهذيك هي كل شيء. الله يخاتك لاله هدى وتحياتنا لكل المستمعين ديالنا في الجهه الشرقيه. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. تحياتنا لك. الله أكرم. شكرا جزيلا لك لله.